عليهم اخوان، كل هدف راح اكل حبه شاورما يا عيال. والله منظر مرتب مرتب. طبعا يا اخوان هذه شاورما من ايش؟ من شاورما. طبعا اول مره اكل من شاورما. كلمت روقان، الو روقان كيف حالك؟ طيب ايش افضل طلب من شاورما؟ قال لي خذ لك يا كنتار عرب ودبل جبنه وما ادري ايش وامور طيبه. اول مره اجرب الطلب يا اخوان، حاب اقول لكم لايكاتكم اشتراكاتكم اموركم الطيبه، نحدد على 1 في 1 و 3 في 3. نقول بسم الله يا اخوان على اول جيم. يلا شباب يا اخوان، اول جيم دخلنا. حبيبي كنتار، اي اول جيم يا حبيبي. اي يا شباب اللي ضدنا اسمه ميثيك ار ال. يلا يا ميثيك. ميثيك هذا معروف يا شباب فورتنايت يعني، بس روكت ليج لعيب كمان. ما يصير انت كذا كوشت على الليله. ايوه كنتاره، تكفى تكفى تكفى. ايوه جاي. اول حبه شاورما يا اخوان بغمسها في صوص الثوم الحار يا عيال. بسم الله. يلا بسم الله يا عيال. والله رهيب. ايوه يا غبي يا غبي يا غبي يا غبي. ابله انت الثوم الحار حار والله والله. طب هو اسمه ثوم حار يا عيال؟ والله ترى اسمه توم نار. توم نار. اهدى اهدى يا كنتار، اهدى اهدى. اللي ضدنا اهدى، اللي ضدنا شيس يا عيال. شيس 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 شيس. سلينا. طيب هذا هدف. الله ناخذ لنا قطعه ثانيه يا اخوان. نقول بسم الله. والله رهيب يا عيال، والله رهيب يا عيال. هذا كيف يلعب؟ كل ثلاثه كل ثلاثه كل الثلاثه الاهداف كلها حقه كلها غلط يا عيال. حرام حرام هذا كذا قاعد والله انه ما يعرف يلعب، بس انا قاعد اغلط اغلط. هو شيس كمان الفاحص. يا عيني يا عيني على السيف يا كنتارا. واي على كيف سيفتها والله ما ادري صراحه. لك هيا خذ لك خذ لك خذ لك. والله انه ما يعرف يلعب، انا قاعد اغلط قاعد اغلط. انا هنا تنكه. والله عوافي بروح سيده يا عيال. انا صراحه ما همني الفوز والخساره بقدر ما يهمني اسجل عدد اكبر من الاهداف يعني عشان ناكل يا شباب تعرفون. هو شيس يا عيال. يا كنت يا عيال يا عيال اعرف انه شيس بس بخر. شوف ما ليش مو امه ذا كذا يلعب؟ ايش في اهدى يا خصم يا شيخ. الله يفحص الشيس يا شيخ يا عيال. شيس هذا شيس شيس الارض. والله خلاص انا عرفت لعبك. خلاص خلاص يا عيال والله لعبوا لعبوا شيس شيس. يخش على اي حاجه. بوست تكفى بالباب. ايوه 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 يا اخوان قطعت الشاورما حقنا. نقول بسم الله. تكفى العب العب. اكل بطاطس على البطاطس. شيس ما ما ما, ما, ما حيروح. داري والله كنت داري كنتارة. يمين بالله انك تسوقها يا اخي حرام يا اخي. انا قال لك بلعبها في الزاويه. قال لك الله اهدافه كل كل امها غلاطي ورب. ما عليك كنتارة ما عليه ما عليه. اهم شيء انك اكلت اربع مرات. ايوه خمسه مرات اقصد. ابا امشي ابا امشي الاكل اللي اكلته فحشرب عصير. بسم الله. لا يعني سؤال بالله، هذا لعب لاعب لاعب ايش قاعد اقول؟ لعب واحد بالله يا عيال يلعب زي كذا. والله حرام حرام يا كنتارا ورب الكعبه. في الباب هذه في المرمى في المرمى ما في واحد اثنين ما في واحد اثنين. اعرف 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 حظي انا اعرف حظي. يا سلام يا سلام يا سلام. معروف معروف يعني. ايش تبى يا كنتارا انت؟ ايش تبى؟ قول لي قول لي ايش تبى. اي خرج في القايم في القايم. ايه في القايم في القايم في القايم. ليش ليش كيف كذا يا اخي؟ كيف يا اخي؟ هذا بوت ده هذا بوت شكله هذا بوت هذا بوت. يعني انا ماشي معاه اول ما بديت انقز نقز. شوفوا ها انا ماشي معاه. شوفوا ماشي معاه. شوف على طول. اوكي 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 لا يكون البوتات من اوكي. الحمد لله هذا هدف الحمد لله. طهم البطاطس على طهم البطاطس. بسم الله. خلصت يا كنتارا. هيا ارجع ارجع. والله يا عيال هذا رافع ضغطي صراحه. فجاه الظفر ما صار حقي مظبوط. هذه هدف. يلا يلا خري في القايم. هدف في القايم. جي مين يا شيخ جي جي مين. واو والله انك فنطل ورب الكعبه. يمكن يعال تسع اهداف هو سجلها. سبع اهداف ولا سته. انا الدكسه. انا واحد يعرف يلعب. اذا واحد يعرف يلعب انا حقول لكم يعال والله لعيب هذا والله صعب ما اقدر له. مو مشكله نقول بسم الله يا اخوان على ثاني جيم. يلا شباب اوكي يا اخوان ثاني جيم دخلنا 3 في 3 اللي معنا اسمه تويتش مدري مين والثاني اسمه هوندي في جونز. يلا يا هوندي وتويتش تكفوني يعال انكم كويسين. هيا خذ لك بنش واحد. يلا عمري يا خوي يا بطل. انا عيال توي انتبه انه ضدنا تيم كامل. اوكي متعود متعود متعود. بس من التيم الكامل. خوي لو خشيت كان افضل. بس يلا شيك لي على اللمسه. بس شيك لي على اللمسه انت. بس شيك لي مسا لمسه يا عمري يا كنتارا. يا اخوان تكفون والله ما ادري ايش انا. الله يفحص وما ادري انه بيجلي والله. طيب يا عيال اللي ضدنا والله مو مره صراحه حاليا يعني الى الان.
طيب يا سلام علم اللي معانا اسمه تويتش ترى يلعب. والله يا عيال قاعدين نلعب بالدم نحنا. والله اللي قاعدين يلعب بالدم يا عيال. والله اللي اسمه تويتش يلعب. تكفى تكفى سبق له بس. بالله طلع تويتش. بس لمسة بنزلها لكم يا عيال. تفضلوا. تكفى سجل. روح يا شيخ. لعبنا أفضل والله. والله لعبنا أفضل. يلا يا شباب يلا. الهمة يا رجال. يا سلام. يا سلام. هدف. يعني. استغفر الله العظيم اتوب اليه استغفر الله العظيم بس استغفر الله. شوف الحين يسجل هذا الحين خلاص بس اعرف الحركات هذه انا اعرفها خوي. الله كتبها قريت باسع يعني انا تويتش قاعدين يلعب. شوفوا نقاطنا 287 214 تكفى تكفون. طيب يلا ها زبطت لكم تكفون رجال تكفون. والله حرام نلقم مع ذولي حرام ما نسجل هدف اصلا. طيب الله يفحصها لو ما دقت كان سويت جمب ريسيت بس هدف. ياهو ايش هذا ما نسجل ولا ايه؟ تعال سوينا اللي علينا صراحه. والله قاعدين نشمط المباراه كامله يا عيال صفرين. والله حرام. سجلنا هذا سجلنا هذا اخر هذا الشوط اخيرا يا عيال اخيرا. خلينا ناكل يا شيخ خلينا ناكل. ولا اقول لكم يا عيال خليه بعد الجيم بما انه 5 ثواني يا عيال خلينا نظبط لنا اكله محترمه بعد الجيم هذا المباراه. يعني جي 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 جي. يا سلام سلام يا اخوان فزنا فبظبط الاكله محترمه يا عيال. فشوف انظروا بمشيها مع الثوم اول شيء هنا بعدين امشيها على الثوم الحار بعدين امشيها مع ثوم زعتر مدري ثوم اصبر شوف يعني كيف الاكل ملغم بسم الله. يا عيال والله الاكله كانت ملغم يعني انتبهوا الحين بطخطخ يا عيال بطخطخ. نقول بسم الله يا اخوان على ثالث جيم يلا شباب. يا سلام يا كنتاره والله يا عيال الاكل مره كلام. نجي على ثالث جيم برضه 3 في 3 اللي معانا اسمه فيناريس والثاني اسمه ار دي جي. انتبه يا اخوان اللي ضدنا برضه تيم كامل يا عيال والله ما يصير يعني يا اخي ايش هذا يعني الحين خلاص الجيم اللي قبل اوكي شكله ذول اللي معانا ربحات يا عيال اوكي خليني الحق بس هذا اللي اقدر عليه. اطلع هنا سريع اطلع اطلع ادري ايه ايش هذا يو ابني يا اخي حتى شوف كيف هذا ما تصير الا اللي ضدنا اجانب والله اذا انا والله ما تجي انا اعرف حظي انا اعرفه ابي عل كتب الم... ايوه روح يا اخوي بطيئين يا عيال اللي معانا بالله يا عيال ايش اللي صاير؟ ايش اللي صاير؟ قولوا لي ايش اللي صاير؟ الان اللي ضدنا اهدافهم غير طبيعية يعني، يعني غير طبيعية يعني ما نعرف كيف سجلوها، ما نعرف ايش سووا، اوكي شلتها. والله يجي هدف هذا يا عيال، اشوف. اي الو 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 لو انك انت قارئ ايش؟ قارئ المانجا انت، لو انك قارئ المانجا ما تقرا زي كذا الكورة. والله انا داري اصلا كنت عارف ان ذا الجيم هزيمة. والله كنت داري ورب الكعبه اخ عافي ننهزم بس نسجل يا عيال اقل شيء نبى نسجل هدف هدفين هدف انا بهدف يلا بهدف ابغى اكل بس شاورما وخلاص يا ناس والله يا ناس في شيء غريب غريب سجل روح انفض روح يا شيخ والله يستخيروا يستخيروا كذا عندهم ما ادري عندهم ايش يسووا هم في حياتهم الله يا عيال داري كنت داري انه ذا الجيم خساره اصلا كنت عارف كذا كان عندي احساس هاي يا عيال هدفكم هدفكم ايها هذا هدف اللي ما يبي يسجلوا يا اخي ما يبي يسجلوا هدف واحد بس انا بنهزم اصلا قد مهزومين انا ابغى هدف واحد بس 30 ثانيه هدف واحد عيال نزلت لكم الكور يا عيال يا عيال شمطت الاثنين كلهم تكفى البعيد يا رجال يا عيال وجبه الوجبه الوجبه اللي بناكل اللي بنطهمج بس ما في يا اخي الله يبحسكم مو مشكله يا شباب مو مشكله نمشي على اخر جيم ولكن بشيل 3 في 3 صراحه حلعب 1 في 1 خسرت خسرت اقل شيء 1 في 1 اقل شيء خشام اسجل يعني بسم الله اخوان على اخر جيم يلا ما اخش يا اخوان على اخر جيم حاب اقول لكم اشتراكاتكم لايكاتكم اموركم الطيبه وبرضو قناتي في التويتش يا اخوان حياكم يعني ترى يا شباب يعني بتنورونا يعني ترى والله ان شاء الله نوصل 100 الف اقرب وقت باذن الله يعني اخر جيم اللي ضدنا اسمه جي اس تيم بي تيم يلا يلا جي اس تيم بي تيم ان شاء الله انك فنطلين طيب عل بما انه 1 في 1 اكيد حسجل فعادي مو فارق عندي الفوز والخساره تكفى ان هدف يوه حرام والله حلو 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 يا قتار حلو فليك والله والله فلكها العادي عادي انا ترى عادي انهزم والله عادي قلت لكم انا عادي ولكن ابى اسجل يعني فاهمين يا عيال باذن الله راح اسجل يعني فيك يا عيال هذا اللي ابانا هذا اللي ابانا هذا اللي ابانا يا اخوان بسم الله يلا والله من اول باكل ليش ما جاب بنت زي ذاك اللي في الجيم اللي قبل؟ ليش؟ ليه؟ يعني قولوا ليش؟ ليش؟ ليه؟ لاني كنتارا، ايش كنتارا؟ طب ايش اللي في البدايه؟ لاني عربي. اوف 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 ايش هذا؟
ايش هذا؟ اوف 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 يا حبيبي هذا لا 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 هذا هذا هذه مو دراجه يا عيال، هذا شنق الام اللاعب هذا سوى جمباز هنا. ايش هذا اللي كانت برا يعني؟ بس انا دخلتها بالغصب كذا بس ما ادري والله، حسبت ان هذا نقدر اجيبه كذا يا كنتارا. مره تشيس عليه مره لا تشيس عليه زي كذا يعني عشان تجننه. بس ضدي والله مو مره يعرف يلعب والله، بس انا قاعد اتفلسف. فجر ما يتفجر، قلت لكم هذا يا عيال ما يتفجر يا عيال، المفروض يتفجر هنا، المفروض يتفجر والله حرام ورب الايمان حرام يا عيال وربي. لا مو المفروض يتفجر في ذيك، اقول لك جاي وانا سيده جاي وانا ضاغط البوست فل. قلت لكم يا عيال ما همنا الفوز الخساره، همنا بس نسجل. ف لا قام سجل، اقل شيء حسجل هدفين زياده، اقل شيء اقل شيء باذن الله. اه كنتار ايش قاعد تسوي في حياتك انت؟ ايش سوى ذا؟ والله مو داري. تحسبوني عيال اتونس ولا والله مستحيل والله مستحيل والله. اكتب زد دبليو زد دبليو والله، اكتب لحالك زد دبليو، انا حطها مج والله. ثم الحارة عيال بسم الله، فوز فوز يا خصم فوز. فوز انا مالي ومالك كمان. والله يسعدك يا شيخ، والله شكرا لك، والله حبيبي الله يسعدك. شيل لك ثوم يا عيال بسم الله، مالي صلاح عيال مالي صلاح مالي صلاح. زي ما قلت لكم عيال زي ما قلت لكم، الله يسعدك يا اخي الله يسعدك يا اخي يا اخي اخي الله يحفظك الله يحفظك حبيبي يا خصم. شكرا لك والله، شكرا شكرا، الله يحفظك الله يحفظك يا خصم. انا صراحه ما بفوز. ايش يسوي زد دبليو يا عيال؟ زد دبليو ليكون يعني زد دبليو عنده في لغه الاريتريه يعني اريتريه، رميت له اريتريه لغته يعني شكله زد دبليو. اوفر تايم دقيقه، حاكو حاكو بعد الجيم يا عيال. شوتنا شوتنا شوت اما لا يا شباب. اوف والله سايبني اسجل يا عيال، انا ما بفوز قلت لك، والله باكل بس عندي اكلتين يا عيال. اكل الهدف السادس والهدف هذا ما اكلنا. اوفر تايم عيال اوفر تايم، افوز يا عيال اطلع برا الجيم. والله اداني صراحه اهداف خلاني اطهمج، شكله عارف اني اطهمج ولا. اسمع اللي ضدنا سايب يا حبيبي. الله نرمه. مظروف مظروف ايه مظروف مظروف دقيقه مظروف. يا سلام يا سلام يا سلام. طبعا يا اخواننا خلونا نطهمج دقيقه، خلينا اديكم اكله محترمه كذا. الله يعين اللي جنبي يا عيال، الله يعين اهل البيت صراحه، اهل البيت صراحه. حطيت ثلاث انواع ثوم، شوف على ثلاث انواع ثوم، حطيت فوقها ثلاث طبقات بطاطس، فوقها كمان كاتشب. الختاميه بسم الله بسم الله كامله يا عيال بسم الله. يا سلام يا سلام، بكذا خلصت فكره مقطع يا اخوان. اكلنا طهمجنا لعبنا تونسنا سوينا كل حاجه. اذا عجبكم مقطع يا اخوان لايكاتكم اشتراكاتكم اموركم طيب، ولا تنسون يا اخوان تعالوا قناتي في التويتش اول رابط، وكمان في التعليق المثبت راح احط الرابط يا اخوان. حياكم لانه حنحتفل مع بعض يا اخوان بال100 الف باذن الله باذن الله باذن الله. ما بطول عليكم يا اخوان، سلام.